الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبرت عن استنكارها الشديد أمام التصرفات الاستفزازية ومن الجانب الإيراني الاستفزازية والعدائية تجاه المملكة العربية السعودية، وقالت في بيان أصدرته أنه هذا التعدي على حرمة بعثات المملكة السعودية المملكة العربية السعودية الدبلوماسية واقتحامها والعبث بمحتوياتها يثبت الاستهتار الفاضح بكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، وده طبعا لجانب الاستخفاف بالتعاليم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار. أعربت الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب أنه التدخلات الإيرانية تندرج في سياق تاريخ طويل من محاولات للنيل من الدول العربية وطبعا إشعال نار الفتنة الطائفية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية. احنا معانا على تليفون الكاتب الصحفي الكويتي الأستاذ محمد صالح السبتي، أهلا بحضرتك معانا. ويعني هذا الاجتماع لوزراء الداخلية العرب ماذا يمثل الآن؟ بلا أي شك لكل مراقب يعرف أننا بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة إلى السياسة الإيرانية أننا كخليجيون وكعرب أيضا متحدون في رفض هذه التدخلات الإيرانية وهذا التعنت الإيراني تجاه دول المنطقة. باعتقادي أن مثل هذه الرسالة رسالة توحيد الموقف خليجي عربي بل وأكثر من ذلك على الاستنكارات الدولية التي صدرت اليوم هو المطلوب اليوم، هو المطلوب يعني قرع سمع الساسة الإيرانيون أننا لن نفترق تجاه هذه التدخلات الإيرانية. إذا يعني استقرأنا مواقف الدول عموما عربية خليجية عالمية أجدها كمراقب في هذا السياق، سياق إيصال الرسالة هذه، وهي تراهن إيران تراهن على انشقاق موقف عربي مثلا، على رخاوة ما نستطيع أن نسميه رخاوة في الموقف من بعض الدول، لكنها بلا أي شك وصلتها الرسالة معاكسة على ما تقول. طيب الكويت سحبت سفيرها من طهران احتجاجا على ما حدث للسفارة والقنصلية السعودية في طهران، هل نتوقع تصاعد للأحداث في هذا الصدد؟ يعني دعيني فقط أصحح يعني السياق، الكويت اليوم استدعت السفير ولم تسحبه إلى الآن. طيب. وإن كان جوابا على سؤال حضرتك وللمشاهد الكريم، اليوم الكرة في ملعب الإيران، يعني تكون خطوات اليوم، هل ستصعد إيران بعض مواقفها تجاه بعض السفيرات؟ حضرتك تفضلتي قبل قليل أن إيران يدها ملوثة على مدى عقود من السنين بتفجيرات في السفارات، اغتيالات كثير من الدبلوماسيين الخليجيين، تفجير بعض السفارات واقتحامها داخل طهران، تفجير بعض السفارات خارج طهران من ميليشيات إيرانية، يدها ملوثة دائما بحرب سفارات واقتحامها. في 2011 إيران بعض الميليشيات اقتحموا السفارة البريطانية داخل طهران وتم العبث بمحتوياتها. اليوم هذه الخطوات المتخذة من الخليج لأننا لا نعادي إيران، نحن لا نضمر لإيران أي عداء، هي من تضمر العداء لنا ولمصر ولباقي الدول، أما نحن فإنما نطالبها فقط بكف يد العبث في دولنا بعدم التدخل في الشؤون. هل ستصعد إيران مواقفها؟ هل سنسمع قريبا بتفجير سفارة سعودية لا قدر الله أو غيرها من السفارات في بعض الدول؟ هل هناك اغتيالات لبعض الدبلوماسيين كما هي عادة الإيرانيون؟ إن كان كذلك فبلا أي شك أن الموقف الخليجي سيتصعد والعربي كذلك تجاه إيران. فإن لم يكن فإنما هي مطالباتنا في جامعة الدول العربية، مصر، المملكة العربية السعودية، حتى البحرين التي ذاقت وبال أمرها من قبل تدخلات إيرانية، لا تطلب من إيران سوى كف يد العبث، سوى الالتزام بالمواثيق الدولية، سوى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية. هذه مطالباتنا في الدول العربية. طيب. أظن أن الكرة اليوم في ملعب الإيراني أكثر منه في ملعب العرب الخليجي. طيب يعني بماذا تفسر الموقف القطري يعني اللي وصفه البعض بأنه يعني أقل وصف أنه موقف سلبي تجاه ما حدث؟ يحز بخاطرنا أنه إلى اليوم لم يصدر، إلى هذه الساعة لم يصدر أي موقف من قطر تجاه هذا يعني الهجوم على السفارة السعودية والقنصلية كذلك داخل طهران. أمر محزن، ولعلنا كخليجيون يعني نقول هذا الكلام وفي قلوبنا غصبة من عدم اتخاذ أي موقف أو أي بيان تجاه ما حدث. صدقيني إن قلت أنني كمراقب سياسي ككاتب صحفي لا أجد أي تبرير لمثل هذه السلبية، وأنا لا أسميها سلبية. اليوم الوقوف أحيانا على الحياد في بعض المواقف يعتبر جريمة، الحياد ليس في كل الأحيان مطلوب،
المطلوب يوما من الأيام أن يتخذ موقف عندما تهاجم سفارة وقنصلية السعودية داخل طهران ويتم اقتحامها، ويقول لأحد السياسيين أن يقف على الحياد ولا أريد أن أصرح، فهذا ليس حياد، هذا جرم في حق السياسة. يعني أقول هذا الكلام كل غصة، أنني لا أجد أي تبرير إلا التواطؤ مع السياسة الإيرانية داخل المنطقة. طب كيف تفسر موقف جامعة الدول العربية؟ اليوم هناك اجتماع مرتقب طبعا في الجامعة، في جامعة الدول العربية، وأظن أنه سوف يصدر بيان استنكار يعني كامل. نعلم جميعا يعني مدى التشرذم الذي تعيشه الدول العربية، لكننا لا نخفي كذلك فرحنا بوجود نواة علاقات عربية مميزة ما بين دول الخليج يعني في عمومها وما بين مصر كذلك وبعض الدول التي انضوت إلى هذا يعني النواة. الاجتماع سيصدر بلا أي شك بيان من جامعة الدول العربية استنكار لما حدث يعني من اقتحام للسفارة السعودية، وقلت قبل قليل أن المطلوب اليوم مثل هذه البيانات، لأن المطلوب الأكبر هو إيصال رسالة واضحة إلى إيران أننا كنواة خليجية عربية مصرية متفقون على استنكار أعمالها، ولن تستطيع أن يعني تدخل فينا يعني سبل الشقاق داخل مواقفنا. طيب قبل بس ما أسألك السؤال التالي، يعني عاوزة يعني في نفس السياق حضرتك بوجه عام كده، ازاي بتقيم موقف جامعة الدول العربية في الفترة الأخيرة إزاء كل ما يحدث؟ قلت قديما وأكررها دائما، يعني أنا بعيد عن مسألة جلد الذات بالنسبة لنا كعرب، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك نواة اتفاق مواقف سياسية بل وعسكرية نشأت بين مصر وهي قائد العمل السياسي في الوطن العربي عموما وبين دول الخليج كذلك. هذه النواة كانت يعني لعلها أفرحت قلوب العرب كما لم تفرح الجامعة العربية على مدى سنين طويلة. لا يعني أجيد مسألة جلد الذات والتشرذم العربي، لكنني كعربي فرح جدا بوجود مثل هذه المواقف التي كان يعني عمادها الجهود المصرية السعودية الخليجية، وانتجت نتاجا سريعا. موقفنا في سوريا متحد، موقفنا من العراق متحد، موقفنا من الأزمة اليمنية كذلك متحد، موقفنا في اتجاه العبث الأمريكي الغربي في سياستنا متحد كذلك. هذه النواة تغنينا عن مواقف كثيرة قد تعجز الدول العربية عن اتخاذها داخل الجامعة العربية. هكذا أرى الأمور دون يعني الذهاب إلى جلد الذات. طيب هل تعتقد أن للولايات المتحدة الأمريكية دور إزاء ما يحدث في المنطقة الآن؟ لعلي لا أخجل أن أقول أنا شخصيا وأكاد أجزم أن الكل لا أحد يفهم ما هي السياسة الأمريكية اليوم. هي في تناقض مستمر بل ويكاد يومي حتى كادت عصية على الفهم. دعيني يعني أخبرك شيء حضرتك، اليوم واليوم تحديدا هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بأنه يعتبر إيران ما زالت محورا للشر، بل ويهدد بوجود يعني عواقب اقتصادية وحصار اقتصادي إذا ما ثبت استخدام بعض الصواريخ من قبل إيران. أمريكا اليوم خارج حسابات بلا أي شك أنها خارج حسابات الدول العربية وتحديدا خارج حسابات مصر والسعودية بهذه النواة. لا أحد يستطيع أن يعرف ما هي السياسة الأمريكية وما هي الموقف الأمريكي تجاه دولنا. لذلك من نجاحاتنا في هذا الاتحاد السياسي الذي نشأ داخل الجامعة الدول العربية ما بين مصر ودول الخليج أننا لم نعد نحسب للموقف الأمريكي أي حساب وفق تحالفات جديدة يفعلون ما يفعلون ويصرحون بما يشاءون أن يصرحون. أصبحت مواقفهم عصية على الفهم ونحن كذلك لسنا بحاجة لأي موقف من أمريكا. أنا أقول هذا الكلام وبكل فخر، وأقول هذا الكلام وهو يعني دليل نجاح هذه النواة الاتفاق السياسي ما بين مصر ودول الخليج العربي. طيب شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الكويتي محمد صالح السبتي.